سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل. قول الله تعالى: واكتبوا لي الآن ما الأسلوب الذي ظهر أمامكم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر، ما الأسلوب الذي ظهر في هذه الجملة؟ وإن يمسسك الله بضر، أنا أحدد الكلامه، وإن يمسسك الله بضر شرط. نعم جميل. طيب الجزء الثاني: فلا كاشف له إلا هو. فلا كاشف له نفي، نعم، وليس نهي، الناس اللي بتكتب نهي، لا، نفي. جميل جدا. نلاحظ أن إن الشرطية جاء بعدها كلمة ضر، وكلمة ضر بدون ألف ولام يعني نكرة. يعني نلاحظ أمامنا هنا أن كلمة ضر نكرة جاءت بعد حرف الشرط إن. ونلاحظ أيضا أن كلمة كاشف أيضا نكرة، لا يوجد فيها ألف ولا لام، جاءت بعد حرف النفي لا النافية. طيب هذا على ماذا يدلنا؟ هنا النكرة تفيد عموم النفي عن وجود أي أحد يستطيع أن يكشف أي ضر يصيب الإنسان بغير إذن الله. النكرة تفيد عموم النفي عن وجود أي أحد يستطيع أن يكشف، لا يوجد أي كاشف مهما عظمت قوته، مهما كانت حيلته، تمام، لا يستطيع أبدا أن يكشف أي ضر. وكلمة ضر هنا عموم الأضرار، عموم ما يأتي من المولى عز وجل، تمام. والتعبير القرآني دقيق، فالمولى عز وجل قال يمسسك، يمسسك للدليل أو للدلالة على تصغير الضر، مهما كان صغيرا لا يستطيع كاشف مهما عظمت قوته وكانت حيلته أن يكشف هذا الضر الذي يصيب الإنسان بغير إذن الله أبدا. التعبير القرآني ما قال وأن يصيبك الله بضر، لم يقل ذلك، إنما قال وأن يمسسك مهما كان هذا الضر صغيرا ضئيلا في وجهة نظرك. وكما تعلمون يعني قصة النمرود، تتذكرون ما فعله الله به؟ دخلت زي الذبابة كذا في أذنه، هل كشف أحد عنه الضر؟ كانوا يضربونه بالنعال حتى يشعر بالراحة، على رأسه، دخلت في أذنه. فسبحان الله مهما صغر، تمام، يبقى كل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا من كان كشفه بوجه من الوجوه مهما كان. ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. الذي يعني الناس اللي بقت دلوقتي ما شاء الله في مكان يعني جميل في الدنيا، أصبح عنده ثروة، لما يأتي مثلا يحسب هذه الثروة كيف جاءت، إياه أن يحسب أنها جاءت من العمل فقط، لأن عشان خدت بسبب العمل فجاءت، لا، ده في أسباب حولك، انظر بس كده هتلاقي ده من الذي أحضر لي هذه الوظيفة وكيف جاءت لي، ولولا وجودي في هذا المكان ما كنت أعمل في هذه الوظيفة، ولولا مجيء فلان ما كان هذا الأمر، ولولا وجود هذه الفرص التي انتهزتها ما استطعت أن أصل إلى ما وصلت إليه. أجزاء حولك، نعم، أنت لا تستطيع أن تحصيها بعقلك القاصر. المولى عز وجل كشف لك بعض الأجزاء التي تراها بعينك، في أجزاء خفية أنت لا تعلم، الله عز وجل دبرها لك وأنت نائم وأنت منشغل، دبر لك المولى عز وجل ذلك. الله عز وجل يدبر للجميع ويرزق الجميع، فإياك
ثم إياك أن تحسب أن ما وصلت إليه كل أجزائه ظاهرة أمامك، أنت قمت بها وأخذت بأسبابها كلها، إنما أسباب بعض أسباب أنت يعني أخذت بها. تمام، يبقى هذا قول في الشرط والنفي. قلبي دنيا الورى علم ومعرفة، كالعلم بالله رب العرش مولانا. العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا.